ممكن افك الرابطه أيه. واحطه في ميه في اي كاسه، اي كاس عندي او اي فاز احطه في ميه. يفضل ان انا اغير الميه مرتين في اليوم. ميه بس ولا يقولوا ميه بسكر، ميه بخل، ميه السكر هو سلاح ذو حدين. السكر مع الوقت ما بيقعد بيعمل بكتيريا، والبكتيريا بتاثر على الورديه. يعني احنا عن نفسنا في المحل احنا بنتعامل في بعض حاجات كده، بنحط نقطه كلور في الميه، كلور عشان يموت البكتيريا، بس مش لكل انواع الورد. يعني ما ينفعش احطها للورديه البلدي. طب انا عايز اسال حضرتك على يعني هي تقعد قد ايه لما احطها في الميه؟ حسب الورديه. يعني انا بنصح اي حد لما يجي يشتري ورديه، الورديه عامله زي الفاكهه والخضار، يشتريها ناشفه، ما يشتريش طريه، وما يشتريهاش مفتحه. دايما الناس بتتجه ناحيه الورديه المفتحه، الورديه المفتحه دي عمرها قصير جدا، عامله زي الفاكهه المركونه عند الفاكهاني بقى لها اسبوع، او الخضر يبقى لها اسبوع. بس لو رايح يقدمها لحد دلوقتي، يعني بياخدها من ايد حضرتك رايح بيها لحد، ياخدها برده مقفوله شويه؟ مقفوله مقفوله، لان هي بتبقى نفس الكاسه. يعني ده يعتبر مقفول، ده لما بيتفتح مقفول صح؟ دي الزهرايه مقفوله. الزهرايه لما بتفتح بيبقى السايز بتاعها اكبر من كده، دي كده مقفوله صح؟ كده مقفله، مش مفتحه قوي كده. الورديه مقفله، ولو حضرتك مسكتيها ودوستي عليها هتلاقي الورديه ناشفه. خلاص، ان انا لازم اقطع من الساق كل يوم نص سنتي. دي معلومه عشان حلوه، عشان افتح المسام عشان يشرب ميه. اي طب من تحت كده اجيب مقص واروح اصصه من تحت، من حرف الزهرايه من تحت بقطر سكينه مقص، اقص بزاويه 45 كده عشان نص سنتي او سنتي. ايوه انا دي عارفاها، اللي هي ما تبقاش مستقيمه، اقطمها كده اخدها بزاويه ميل كده. وانا بنصح بقى نصيحه تانية بقى، ان اللي يجيب ورد بوكيه حلو زي ده كده لازم يتصور بيه. اكيد صح كده بجد، عشان هو بعد وقت كده كده حتى لو اتحط في الميه يعني كام يوم وهي برده. لا طب ثواني، انا انت هتعيشي العمر كله في انا بقى. ايوه انا هعيش العمر كله، انت زعلان ليه؟ هتسأل ان انا ممكن اجففه. ايوه انا عايز اسال حضرتك، بص هو بيقول نتصور بيه صحيح عشان خاطر ايه؟ هيبوظ وهيموت صح؟ هو طبعا نتصور نتصور بيه عشان تبان لا انا عايز احنطه بجد زي ما هو بيقول كده. بس نعمل، ينفع ان انا اجفف البوكيه واخليه حاجات بتتجفف؟ بس طبعا لون الورديه بيتغير مع التجفيف. يعني لما عاوز اجفف في حاجه بقلبها، سوري، بخلي وش الورديه لتحت، بعلقها من الساق. بالظبط كده، بربطهم بخيط واعلقهم. واسهل اكتر حاجه بنجففها هي البيبي فلاور الصغير ده، ده بيتجفف. اللي هو ده ده بيتجفف وبيستخدم تاني في جربات العرايس. يعني بجففه وبستخدمه في جربات العرايس، وممكن اديله لون، ممكن ارشه جولد فاتح، ممكن ارشه بينك، ممكن ارشه سيلفر، اي لون تاني. فاي وردايه بقلبها وشها لتحت، وبجيب السبراي بتاع مثبت الشعر بيترش عليها عشان يثبت. عشان تثبت. بمناسبه الرش، في ناس يعني عشان الوردايه ممكن ما يبقاش ليها ريحه نفاذه، فبيرش يعني يرش عليه برفيوم. حضرتك بتنصح بده ولا لا؟ مش صح، لان البرفيوم فيه كحول. الكحول هيأثر على الوردية. هو في زيت بيتباع عند العطار، مية ورد، مية ورد زيت، بتبقى إزازة صغيرة زي كده، بيتحط منها نقطة أو نقطتين على المية. دي طبيعية، دي ملهاش دي ملهاش أي تأثير. طب برضه بترش على الورد، لكن أي برفن فيه كحول، الكحول هيأثر على الوردية. يعني مية الورد يحطها على مية ورش بيها الورد، باخد منها نقطتين ثلاثة. هو زيت بيجي في ازازه صغيره كده، فبحط منه نقطتين او ثلاثه على بخاخه ميه قد كده، وبرش منه عادي جدا، ما ياثرش على الورديه.